إدارة البرنامج قررت نعم. أن تقدم مفاجأة إليكم نعم. عموما نعم. وإلى الأستاذ محمد الحلفي. يا الله هو صديق طبعا ورفيق وقريب وهذه مصطلحات طبعا عائمة. نعم دعوني نعم. أذهب لأتشرف بالترحيب به. تفضل. حياكم الله، اهلا وسهلا بكم، تشرفنا كثيرا. تفضلوا 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 تفضلوا. اهلا ومرحبا. هذا شيخ ها؟ اعوذ شيخ. بالله من الشيطان الرجيم. محمد الشيخ ابوك. ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العلي العظيم. تشرفنا كثيرا. سلام عليكم سيدنا العزيز. تفضل معي. تفضلوا فوق على الإضاءة لو سمحتوا. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياكم الله. جزاكم الله خير. الله يحفظكم شيخنا. تشرفنا. شكر الله سعيكم. الله يعزكم. جزاك الله خير. هنيئا لكم هذه الدرة المكنونة سماحة الشيخ. هنيئا لكم هذا الولد المبارك. نسأل من الله أن إن شاء الله يعني يأخذ بأياديه أكثر إلى خدمة سيد الشهداء. تلميذ من تلاميذ. عفوا لا عفوا. أتشرف أن يكون أحد تلاميذ جنابكم. عفوا لا إلي الشرف والله إلي الشرف. خير مقدمين سماحة الشيخ. تشرفنا حقيقة وازددنا نورا. شكرا شيخنا. الله يسلمك. الله خطاكم. الله يأيدكم إن شاء الله. اللهم ربي يوفق شيخي شيخي حبيبي. شكرا على هذه من ينزل دموعي. الله سمحت الشيخ العزيز. أما صاحب الدعاء وصاحب الزيارة عفوا عفوا شيخ. الله أنا خادم لتلك الشيخ أحمد. شيخ أحمد تفضل. شيخ أحمد نعم. شكرا لهذه التنشئة الحسينية كما قال شيخ ميثم لهذه الدرة المكنونة لهذه الجوهرة ملا محمد الحلفي وأنا أتشرف أن يكون أحد تلاميذي محمد الحلفي. خو ما يصير بس تلميذ الشيخ ميثم. لا عمي أنا أقف منقوص بين أياديه. محمد سمعت أبوك يقول أنت تلميذي. جميل الله. سيدنا أنا حقيقة دون المجاملة ولكن الله شاهد ورسوله. لما محمد صار في بغداد جل احترامي للبصرة. بصرة أهلي وناسي وديرتي. نعم. بل. لكن أحس محمد ببغداد وجوده بيناتكم إن شاء الله يكون خادم لخدام سيدي. أحسنتم. لأن منزلة خدمة الحسين ترى ما نصل إليها. أكيد. نحن إن شاء الله كن تتحقق لدينا خدمة خدام سيدي. أحسنتم. اللهم أحسنتم. بيني ما بين الله أنا أقرأ لبعض كتابات أهل المعرفة والعرفاء. نعم. مفجع. يقول من أراد السير والسلوك وبلوغ المنى نعم. والوصول إلى مقامات رضا الرب والعشق فعليك الدخول لباب الحسين. سلام الله عليك. ولا يطرق ذلك الباب إلا أن يطرق باب أبا الفضل. سلام الله عليك. أسأل من الله لكم التوفيق. أسأل من الله لكم إن شاء الله حسن الخاتمة. شفاعة سيد الشهداء إلهي آمين. في آخرتنا زيارة الحسين في دنيانا. آمين يا رب. آمين يا رب. تشرفنا يا رب. شيخنا الفاضل المفضال الأفضل. تفضل تفضل. إنه الشيخ يجلس بمكاني. الله أمين. عم أكرم والله. الله الله. وأتشرف لأنه أنا لولا والدي أنا تشرف. أنا لولا توفيق رب العالمين ما أصل. تفضل تفضل. عم أكرم. دون المجاملة أنا أكون متفرج. ما يصير. لا انت اليوم صح. دكتور حيدر يدعو كمان ما يخالف. تفضل. انا اقول تفضل. ولو بمتسابق واحد او متسابقين. تفضل. لا الشرف شيخ. شكرا. شكرا دكتور حيدر على هاي المفاجاه والله يديمك ويحفظك ان شاء الله. شكرا. بخليك لنا بس للدكتور شكرا. كل الاخوه الاعزاء شيخ ميثم. وعليكم السلام. حياكم الله ويا ملا مالك. الله يديمكم ان شاء الله ويحفظكم. شكرا استاذ.